واضح ان شاء الله. طيب اليوم شباب راح اشرح لكم متلازمه هي اسمها compartment syndrome او متلازمه الحجرات. طبعا هذه متلازمه موجوده في الجراحه، بس شيء بسيط تعرفوا من نقول سيندروم يعني ممكن شنو، هذه مو ديزيز، هذه سيندروم يعني اعراض معينه راح تلقاها لعده اسباب مو لشيء محدد، بس كلها تؤدي لنتيجه واحده هي compartment syndrome، لكن الاسباب تكون مختلفه مو محصوره بسبب واحد. فهذا مبدا لازم نفهمه اكثر من هو مرض بحد ذاته. فنتذكر الكومبارتمنت سيندروم او متلازمه الحجرات، شنو هي هذه الكومبارتمنت سيندروم او متلازمه الحجرات؟ قبل ما راح اجي اعرفها، انا دائما احب الرسومات افضل للتوضيح من الشرح، فراح اسوي لكم شغله بسيطه او رسم بسيط نقدر من خلاله نعرف. طبعا لنفرض انه هذا انسان، تخيل وياي، فهذا الانسان عنده طبعا كافيتي اللي هي الابدومينال كافيتي، الثوراكس، وعندنا ايضا مشاكل مثلا، او اسف مو مشاكل لكن عنده اطراف يعني اللمس اللي هي شنو، الايد والذراع نفرض، والرجل، هذه كلها موجوده بالجسم. هذا كل طبعا كل جزء من الجسم محصور بحجرات. شنو هذه الحجرات نقصدها، او شنو نقصد بهذه الحجرات اللي دا اقولها؟ انه احنا عندنا عضلات الجسم لما ترتبط بشكل حجرات. يعني شنو شكل حجرات؟ يعني لو اخذنا مقطع عرضي للذراع كبرناه راح نلقى العضلات متجمعه بمجاميع، فهذه المجاميع ايش راح نسميها؟ طبعا لنفرض انه هذه الذراع عندها حيز معين، هو شنو كومبارتمنت؟ يعني حيز او حجره. شنو الحجره؟ لنفرض انت عندك شقه، هذه شقه، عندك ممكن تاخذ شقه بها غرفه واحده او بها غرفتين او بها ثلاث غرف. يلا يا هو احسن غرفتين لو واحده لو ثلاث غرف؟ اكيد هسه البتشا ده يجاوبون الثلاث غرف هي احسن من الغرفه الواحده. فشنو يعني مجال اكثر؟ شنو نقصد بهذا؟ انه هسه هذا الذراع لو جينا نكبرها بهذا الشكل، لو جينا نكبرها الذراع ونقطع جزء من عدها عرضي، راح نشوف هذه العضلات ماخذه حيز معين من الذراع، والعضلات هذه غطيها من الخارج غشاء رقيق، يعني هو غشاء ليفي قوي جدا، اسمه طبعا يغطيها بهذا الشكل اسمه فاشيا. فاشيا، هذه فاشيا، فهذه كلها سببت لك حجرة مغلقة أو حيز مغلق. داخل هذا الحيز طبعا احنا نعرف راح تمر شنو، راح تمر أعصاب وعندنا عظام وغيرها، وأهم شيء شنو راح يمر به؟ شرايين وأوردة بهذا الشكل. طبعا هنا أنا شوية رسم لو أكون بهذا الشكل راس ما يكون أوضح حتى تفهموه. فراح يكون عندنا شرايين وأوردة داخلة بنص إيش؟ حجرة العضلات هذه، فتكون العضلات محوطتها من كل الجوانب. طبعا هذا الكلام مو فقط في الذراع، هذا الكلام في الساق، في الذراع، في البطن abdominal cavity، وفي الثوراكس يعني في الصدر، لأن كلها عندنا عضلات وتحيط تجاويف داخلية. فعندنا شريان وعندنا شريان وعندنا وريد. فهنا شنو اللي لازم يصير؟ خلينا نفهم الأمور. فهذا بالحالة الطبيعية، فطبعا هذه العضلات محاطة قلنا بغشاء الفاشية اللي هو غشاء ليفي قوي يحافظ عليها ويعزلها عن بعض حتى لا يصير إيش لما تنقبض عضلات تنقبض العضلات البقية، فلازم يكون موجود عزل بيناتهم. لكن هنا عندنا مشكلة، هذا الغشاء ما يجدون مشكلة. شنو هي المشكلة؟ هذه المشكلة تطلع في الحالات لو صار عندنا شنو هسه. شوفوا لنفرض هذه العضلات اللي أنا هسه مقطع مثلا راسم مقطع عرضي، هذه العضلات هذا مقطع طولي نقدر نعتبره، وقلنا إيش في عندنا غشاء يحيطها اللي هو
الفاشيا. تمام، داخل هذا الغشاء راح يمر عندنا شريان ووريد. الآن لنفرض لأي سبب من الأسباب هذه العضلات التهبت وصار بيها سوالين، اللي هو شنو يعني سوالين؟ يعني ايش؟ تضخم، أو يعني انه انتفخت. هذا السوالينج وين راح ينعكس؟ واحد راح يقول لي دكتور الى الخارج، انه ليش مثلا هذه الذراع صار سوالينج، صار انتفاخ الى الخارج راح يطلع. اقول لك صح، جزء قليل من عنده راح يطلع الى الخارج، لكن الجزء الاكثر منه بسبب هذه الفاشيا، بسبب هذه الفاشيا وين راح ينعكس؟ ما راح تروح الجزء الاكثر من الايش، من التورم الى الخارج، لا، لانه هذه ماسكه الذراع بشكل محيطي قوي، فالعضلات وين راح يصير مجالها حتى تتوسع لما صار بها التهاب؟ الى الداخل. طيب لما تتوسع الى الداخل، هنا السؤال شنو اللي راح يصير؟ راح تسدنا ايش؟ تضغط على الشرايين، وبالتالي راح تسدنا الشرايين وراح تتقلص الشرايين طبعا بهذا الشكل، وهي من كلها راح تتقلص. فهنا راح ندخل في حلقه مفرغه من الامور. شنو هي الحلقه المفرغه؟ انه عندنا عضله، هذه عضله انتفخت، سدت شريان، سدت شريان. لما الشريان يضيق اكثر راح تؤدي هذه حاله الى اسكيميا اكثر، اللي هو شنو؟ انه دم راح يوصل قليل، بروفيوجن ترويه للعضلات اقل، وبالتالي راح شي يصير بالانفلاميشن راح يزيد. طبعا ما اقصد انقطاع 100% للدم، شوف الكلام انقطاع جزئي للدم. فهنا راح ندخل بسكيميا، الانفلاميشن راح يزيد، فالسوالنج ايش راح يصير؟ راح يصير اكثر، فالضغط راح يصير اكثر، فراح شي يصير انفلاميشن اكثر، وهكذا راح تستمر الدوره. فهذه الحاله راح تؤدي الى سيفير اسكيميا، يعني شنو؟ فقر شديد للدم بالبروفيوجن للطرف المصاب من منطقه الاصابه. ليش؟ لان العضلات راح تسد لك الشرايين، وبالتالي راح تزيد تلتهب اكثر وتسد لك الشرايين اكثر، ونوصل الى حلقه مفرغه. طبعا مو فقط الشرايين، والضغط راح يكون على اثنيناتهم، الشرايين والاورده، وهذا الشيء ابد مو زين، لان الاورده ايضا راح يحتبس الدم من عندها داخل المنطقه المصابه، وبالتالي راح تنتفخ بعد اكثر، فيعني راح ندخل بحلقه مفرغه. فهذه مهمه جدا انه لازم تميزها. هذه الحاله شو نسميها؟ متلازمه الحجرات او كومبارتمنت سيندروم. وين تصير؟ تصير في كل الحجرات الموجوده بجسمك، ثوراكس، ابدومين، الابر لمب واللور لمب. فهي ممكن تصير باي مكان من مكانات جسمك، انه هي عباره عن زياده في الضغط الداخلي داخل الحجرات. يعني كأنه انت خليت غرفة مكان مدخل بها شخصين او ثلاثة، خليت بها 800 شخص، فأكيد ما راح يبقى لهم مجال وراح ينضغطون مع بعض. فنفس الفكرة، لما العضلات راح تتوسع، ما راح تقدر تتوسع للخارج بسبب وجود الفاشيا اللي هو هذا الغشاء اللي في الصلب، راح تتوسع الى الداخل، يصبح سوالينج الى الداخل، فبالتالي راح تسد الشريان بعدك، ونستمر بهذه الحالة. فنرجع التعريف بسيط للحالة قبل الكوزيس. شوفوا definition: a group of condition in which a group of condition هذه سندروم عدة أسباب تؤديها، in which increased pressure within a limited space يعني زيادة الضغط داخل حيز مغلق، يؤدي إلى compression of circulation يعني شنو؟ يسد الإيش؟ المجرى الدم، وبالتالي يأثر على function of tissue، يأثر على وظيفة التشو، وطبعا يؤدي الى اسكيميا، وراح يسوي التريوسبازم وغيره من الامور. يعني واضحه الامور، ما تصور هي بهذه الصعوبه. وايضا الفينز، ايضا الاورده راح يصير بها كولابس او انهدام راح تنطبق، فبالتالي يؤدينا حاله اكثر انه يخلي الورم يزداد اكثر، وبالتالي راح يزداد عندنا اسكيميا، وهذا يؤدي الى مشاكل خطره في الجهه المصابه. ولذلك لازم انه ندقق على هذا الشيء، لانه ممكن يؤدي لك الى موت العضلات بشكل كامل، او موت اجزاء من الجسم المصاب بشكل كامل، فهذا خطر جدا، لازم نراعي المساله. شنو اسباب متلازمه الحجرات هذه او الكومبارتمنت سيندروم؟ فراكتشرز. شنو يعني فراكتشرز؟ كسور. هذه وين نلقاها؟ خاصه في الاطراف، الابر لمب واللور لمب.
الكسور ليش تسبب لك compartment syndrome حتى تفهموها؟ الكسور هذه ممكن تؤدي لك إلى أنه تسد artery رايح لمجال معين، فلما تسد artery العضلة اللي كان يوصلها دم راح يوصلها دم أقل، فراح شي يصير بهذه العضلة؟ تنتفخ، لأن راح يصير بها inflammation تنتهب، وقلنا الفيشيا راح تخلي أكثر انتفاخها للداخل مو إلى الخارج، صح من الخارج راح تلقى شوية انتفاخ لكن أكثر إلى الداخل، وراح شي تسوي تسدر شريان أكثر والعضلات راح تنتفخ أكثر ويعني نستمر بهذه المرحلة فالفراكتشرز. وممكن الفراكتشرز أيضا تسوي soft tissue injury. اللي هي شنو soft tissue injury؟ عندك هي مباشرة العظم ممكن يدخل داخل العضلات أو يمزق لك الإيش soft tissue أو الأنسجة الموجودة في المنطقة، وبالتالي راح يؤدي إلى التهابها. فهذا لازم نراعي أو لازم نراعي إحنا compartment syndrome أو متلازمة الحجرات في حالة الفراكتشر. طيب crash injury، شنو هذا الكراش injury؟ نسميها الرضوع الساحقة. شنو يعني الرضوع الساحقة؟ يعني نفرض لا سامح الله يعني واحد سقطت عليه صخرة كبيرة على إيده مباشرة، شو راح تسوي؟ راح تسحقها، راح تكسر لك عظام، راح تسوي لك soft tissue injury وغيرها. بس هنا أنا مرات مو دائما بهذا المبدأ دي يصير عندك الكومبارتمنت سيندروم. بس نجي على نظرية ثانية للكومبارتمنت سيندروم اللي هي reperfusion injury أو إيش نسميها إعادة الإرواء. يعني هسه واحد يقول لي دكتور يعني حتى من نعيد الإرواء مرات لمنطقة مقطوع عليها الدم تصير عندنا مشكلة؟ طبعا 100%. نجي نقول لكم الثيوري الثانية أو الفكرة الثانية بالموضوع، شنو معناته الريبروفيوجن اللي دا قصده بهذه المسألة. شوفوا هنا نجي نشوفكم شلون تصير الريبروفيوجن إنجري. بس هنا أنا عندي خلص اشتغل الريبروفيوجن فيوجن انجري اللي دا يسوي لك كومبارتمنت سيندروم. شلون دا يصير هذه المساله؟ شلون دا تصير؟ لنفرض واحد، لنفرض واحد عنده الشريان اللي رايح لعضله معينه، لهذه مجموعه العضلات اللي محاطه قلنا ايش بالفاشيا. هذا الشريان اللي جاي صار بي امبوليزم. شنو امبوليزم؟ انسد بالكامل. الآن العضلات مدى يوصلها دم؟ ماكو دم دا يوصلها، الدم مدى يقدر يوصل؟ فالعضلات الآن ما وصلها الدم، مش راح يصير بيها نكروسيس، راح تبدأ تموت أجزاء من هذه العضلات حسب المدة طبعاً، كل ما كانت أكثر عضلات أكثر راح تموت. طيب الآن أنت كطبيب جيت وحاولت تحل المشكلة، شو سويت؟ إمبولوكتومي، يعني حاولت تزيل هذه الخثرة اللي سدت المكان، فجيت وفتحت الشريان. خلاص ماكو أي مشكلة، فتحت الشريان، الآن بدأ الدم يتدفق. طب الدم الآن يتدفق لعضلات ماتت، شو راح يصير بيها؟ هي صاير أصلاً بيها نكروسز وإنفلاميشن، وجدت أنت جبت له ووتر، ما شو راح يصير بهذا الإنفلاميشن؟ راح شي يصير بيه إنكريز، فهنا أنا حجمها شو راح يصير؟ راح يبدأ يزيد ويبدأ ينسد الشريان وندخل في compartment syndrome، والشريان راح يضيق أكثر فراح يزيد الانفلاميشن أكثر وراح تصير أكثر انسداد، ويعني نظل على هذا المنوال. فهذه مهمة. فأي شخص سوى إمبولكتومي وصار له مدة على ما سوى إمبولكتومي، يعني مو مباشرة ورا مدة سوى إمبولكتومي اللي هي إزالة الخثرة، لازم تفكر أنه ممكن صار عندك compartment syndrome. crash injury شنو يعني كراش انجري؟ قلنا الساحقة. لنفرض واحد الآن ساقة سقطت عليها صخرة، سحقت ساقة، الصخرة لما سحقت ساقة ايش سوت للشريان؟ سدته، وقطت عليه وسدته، والعضلات طبعا 100% التهبت. لما انت رجيت وشلت الصخرة ايش صار بهذا الشريان اللي كان مسدود؟ انفتح 100%. فالآن رجع الدم لها المنطقة وسوى لك compartment syndrome، راح تلتهب العضلات اللي أصلاً ملتهبة ونزيد التهابها، وبالتالي نرجع ندخل في compartment syndrome. فأي شخص عانى من crash syndrome أو crash injury لازم نتخيل أنه ممكن صاير عنده compartment syndrome. فالcompartment syndrome تصير يا إما بسبب انسداد شريان من الأساس أو تضيق، آسف،
أو بسبب إنه إيش عندك شغلة سدتها بالكامل ورجعت أنت فتحتها، يسموها perfusion injury. فنتذكر هسه الأسباب نرجع لها مرة ثانية. الإيش crash injury، vascular injury إيش راح تتصور؟ drug overdose prolonged أو limb compression with prolonged limb compression. هنا بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى تقلص الشرايين، وأي شيء يؤدي لك إلى إيش prolonged limb compression. شنو هذا؟ طبعا مرات يسألون عليه كيف يصير هذا مثلا، شنو معناته prolonged limb compression؟ يعني شيء يضغط على إيش الذراع أو القدم لمدة طويلة. هذا شو وقت يصير؟ لنفرض واحد ماخذ مخدرات دراكس بشكل كلش فوق يعني طبيعي او مو طبيعي، اكيد يعني ما حد يقول اكيد المخدرات شيء مو طبيعي. القصد اخذها بشكل فد مره فارغ مثل المورفين او غيرها، فهذا راح يدخل في حاله من الايش من اللوز اوف كونشسنس، ما راح يكون واعي نفسه، وبالتالي لما راح يعني يتمدد، طبعا خاصه هذا يصير بالشخص الالكحوليك اكثر اللي يشرب كحول بشكل فوق العاده يعني، فهذا راح يتمدد على جزء معين. مثلا هو نايم على مكان تمدد على ايده او مثلا ساقه، احنا نعرف احنا نتقلب في الليل حتى شنو نحاول لما نتقلب نفتح الشرايين اللي كنا نايمين عليها، الضغط اللي يكون على جزء معين يد او قدم ينفتح لما نتقلب على المنطقه الثانيه، وهكذا حتى لا تصير عندنا سكين. فهذا راح ينام لمده طويله على جهه معينه وما راح يحس بالالم، ما يصير الم لكن ما راح يحس به، فراح يجي ايده منتفخه وراها منتفخة. شنو هذا؟ صار عنده كومبارتمنت سيندروم. ليش؟ لانه لما نام عليها سد الشريان، ولما قعد رجع الدم صار ريبروفيوجن، فرجعنا لنفس المرحله فدخلنا كومبارتمنت سيندروم. نجي على شغله مهمه جدا اللي هي البورن، الحروق. الحروق مهمه جدا في الكومبارتمنت سيندروم، ويعني اسئله كثيره تجي على الحروق. شنو الحروق نقصد بها؟ كوم Circumferential bones. طبعاً شوي الخط مو واضح. Circumferential bones شنو يعني؟ نقصد circumference أو المحيط. يعني شنو المحيطة؟ يعني اللي تحوط لك. يعني نفرض واحد احترق من جهة واحدة أو من جهة ثانية، هذا لا، هذا ما احترق بإيده من كامل أو صدره من الكامل. يعني شنو؟ نقدر نشوف 360 درجة على هذا الحرق، هذا يسموه circumferential bones. يعني حروق غطي 360 درجة، داير ما دايرة. طبعا هنا الحرق لما يصير هنا تتكون لك شغله نسميها اشكار، مو اسكار، اشكار. واحد يقول دكتور شنو فرقها؟ ماكو اسكار، انا اعرف اسكار. عندنا ايش كار، اشكار اللي هي شنو؟ طبعا كتبتها باللون الاسود لان هي سودة. شنو هذا نقصد بها الاشكار؟ سودة اللي شغلت يعني ممكن لونها اسود ولان هي حاله خطره. اشكار يعني شنو؟ هذا الجزء المات، تخيل وياي، هذا الجزء اللي احترق ومات. هذا خاصة تصير بالحروق الدرجة ثالثة، مو درجة أولى، درجة ثالثة، لما توصل الإيش للسوفت تيشو، نوصل للمسلز وغيرها. فهذه الإشكار إيش راح يصير بيها؟ هذه راح عبارة عن متدمرة، نسيج متدمر وميت من الجلد، راح يعني محروق، راح صار ميت ومتصلب بشكل كثير. فلما يتصلب راح شنو يخلي لك؟ منطقة تصلب داير مداير الإيد، فنسيج ميت وصار بين كروسز ومتصلب. فش راح يصير؟ العضلات طبعا 100% ملتهبة على أكثر حقوق درجة ثالثة. فش راح يصير؟ راح تلتهب، ما راح تقدر تلتهب إلى الخارج، يعني هو محيطها. وين راح تلتهب؟ إلى الداخل، راح تدخلك في كومبارتمنت سندروم. فهذه لازم نتذكرها. طبعا تروما هي من ضمن الكراش إنجري وغيرها، يعني واضحة الفكرة. مصر هايبرتروفي، إذا تنمو المصل طبعا نفس الفكرة. نفروتك سندروم، أقول دكتور نفروتك سندروم شنو النوبة علاقتها؟ هذه أعرف أنه تخسر بروتين أنت في اليورين، إجابها على الكومبارتمنت سندروم. أقول لك يا حبيبي هذه تسبب لك جنرالايزد أديمة. شنو أديمة؟ وذمة، يعني راح شنو يختخلص البروتين من دمك، أو يعني نسبة البروتين دمك تكون قليلة. فالأنكوتيك بريشر، الضغط التناضح اللي كان يسحب المية من الأنسجة راح يقل، فالمية راح تتجمع في الأنسجة، راح تنتفخ عندك العضلات، وراح تدخل في كومبارتمنت سيندروم، راح تسد الشرايين، ويعني نفس الفكرة راح تدخل في كومبارتمنت سيندروم. فهذه الأسباب المهمة للكومبارتمنت سيندروم يا ريت نركز عليها، وهي أغلب الأسئلة اللي تجي عليها. طيب الساين والسيمتومز، شوفوا الساين والسيمتومز طبعاً بالحالة الطبيعية لما يجيك واحد بالإي آر شوية صعبة تميزة، من ناحية أنه لازم تعرف السبب، ولازم أنه شنو تخيل هذه كأنه أعراض انسداد الشرايين.
شنو أعراض انسداد الشرايين؟ لما عندك acute artery occlusion يعني انسداد شريان بشكل سريع، شنو الأعراض اللي راح تطلع عندك؟ هي اعتبرها كأنه أعراض انسداد في الشرايين. شنو الأعراض اللي راح تشوفها؟ pain, pallor, paresthesia, paralysis, pulseless أو pulselessness. طبعاً pain أكيد راح يصير ألم، بس واحد راح يقول لي دكتور البارستيجيا يعني هي شنو؟ أنه ممكن يصير عندك خدر، وين الألم؟ شوفوا الخدر أنه تبدأ تحس تخدرك، لكن قبلها راح 100% تحس ألم موجود. فهي كأنه أعراض، هاي طبعا يسموها الفايف بيز، أعراض نفسها انسداد شريان. لما ينسد شريان، منطقة اللي أصابها انسداد الشريان، طبعا هنا ممكن انسداد جزئي مو إلا كلي، راح يصير عندك ألم، لأنه شنو الأعصاب راح تبدأ شنو يتجمع اللاكتيك أسيد أطراف الأعصاب، وراح تموت خلايا، راح يخرج من عندها بوتاسيوم، فراح تتجمع على النهاية العصبية، فراح تبدأ تشعر بالألم، فكأنه انسداد شريان. بالر لونها ايش راح يصير؟ بير. ليش؟ لأنه شنو راح يصير؟ لأنه ما راح يوصل دم، فطبعا راح تطلع الإيد أو المنطقة المصابة شاحبة اللون، لأن دم ما يوصلها. فبين وبالر وباراستيجيا الخدر. ليش؟ لأن هذه الأعصاب من ما راح يوصلها دم لمدة طويلة، النيرف اندينج راح شي يصير بيها، راح تتعطل عن العمل، وممكن راح تبدأ تموت، فبالتالي أصلاً راح تبدأ تحس بالخدر. وأهم ساين هي البولس نس أو بولسلسنس اللي هي شنو؟ يعني فقدان البولس، فقدان الإيش؟ النبض. وهذا مهم جداً. فأي واحد حسيت عنده كومبارتمنت سيندروم، أول شي تقدر تشوفه إيش؟ النبض. إذا ما كنا نبض، فدلالة واضحة أنه هذا عنده أكثر شيء شنو؟ كومبارتمنت سيندروم. واحد يقول لي ممكن انسداد شريان، طبعا أكيد، يعني هنا لازم نميز الأعراض ونميز اللي هو من شنو أصلا جاي. إذا قال لك circumferential bones، إذا قال لك كان crash injury، فهو طبعا مسدود الشريان بس بسبب شنو؟ crash آسف كومبارتمنت سيندروم. فهي نفس أعراض الكومبارتمنت نفس أعراض آسف انسداد الشريان. pain ألم، بالر شحوب اللون، باراستيجيا اللي هي شنو يعني مثل خدر يصير بالأطراف، فراليسز فقدان الحركة، أكيد أنت 100% دم ما يوصل هاي العضلات شلون راح تقدر تحركها، وفقدان البلس. فهذه نتذكر الأعراض. طيب الدايجنوسيس، كيف نقدر نسوي دايجنوسيس؟ إلى ميجر within the compartment، شنو نفحص؟ الضغط داخل، طبعا هذا حتى confirm diagnosis. أغلب إذا كان مريض stable أو مو stable آسف يعني مو lose of consciousness يعني ما كان وعي، من الأعراض راح نقدر نشخص. لكن لنفرض جاك مريض فاقد الوعي، كيف راح تعرف عندك pain؟ وهذه ما راح تقدر تعرفها، خاصة إذا كان crash injury أو multiple trauma يعني عند ردود متعددة. نقيس الضغط داخل الحجرات، نقيس الضغط. دكتور عمر سؤالك شنو السؤال؟ تبدأ تقالية دكتور عمر، المريض هنا مهم أو لا؟ شون يعني مهم من يانا؟ أكيد يعني محمد توضح أكثر. المريض يعني أكيد هو يعني مدافع، يعني شون سؤاله بالضبط؟ يعني المريض مهم من يانا؟ بس محمد يكتب يوضح. العمر مهم هنا؟ العمر مهم كلش، بقد الهيستوري الجبين المريض، يعني ما له علاقة هالقد بالعمر لكن بالهيستوري الإيجابي مريض. أغلبه على الكراش إنجري واللي هو كحولك أو عدم مثل مو الكحولك، يأخذ دراجز ما يأخذ دراجز، هذه الأمور. فهذه أكثر لها دلالة. فيعني العمر مو كلش هالقد مثلا مهم بهاي الحالة، لكن هنا السبب اللي إجى أصلا بيه للمستشفى هو اللي أكثر يفيدك بهذه الحالة. فأتصور إن شاء الله جاوبت على سؤالك. طيب بالنسبة قلنا إذا مريض إجى نقدر إحنا نشوف الأعراض من عنده، ما نحتاج نسوي له نحط عبارة عن جهاز يقيس الضغط داخل الحجرات. أما إذا إحنا نريد نقيس الضغط داخل الحجرة حتى نعرف، لنفرض مريض كان عنده lose of consciousness فاقد الوعي، كيف راح نعرف؟ راح ندخل جهاز لقياس الضغط داخل الحجرات. هذا طبعا مو ضغط الدم، انتبهوا، هذا مو ضغط الدم، هذا ضغط الحجرة نفسها. فإذا كان الضغط أقل من 30 مليمتر زئبق، أذكركم هذا قلنا ضغط داخل الحجرة، هذا حتى تسوي إيش؟ confirm the diagnosis. إذا كان الضغط أقل من 30
فماكو داعي، هذا الضغط ما راح يودل لك compartment syndrome. لكن إذا شفت الضغط أكثر من 30 فهنا أنا خاف أنه راح يصير عندك compartment syndrome، راح يقول لك indication for fasciotomy. هسه راح نفهم شنو هذه fasciotomy. قلنا otomy، تتذكرون شنو otomy؟ قلنا إيش معناها؟ شق. ففاشيوتومي أتصور أصطلح واضح يعني شق الفاشيا اللي هو هذا الغشاء. فهنا أنا يقول لك indication for fasciotomy اللي هو treatment. فنتذكر هذه، فقلنا إذا كان stable ممكن من الأعراض نقدر نشخصها 100% ونعالج مباشرة، لكن إذا كان unstable فأحسن أنه نشوف البرشر داخل الحجرة، أو إذا قلت لك مثلا confirm the diagnosis، كيف تقدر تسوي له confirm من خلال قياس الضغط، وهذا مو ضغط الدم تذكر، وهذا ضغط داخل الحجرة. طيب التريتمنت فاشيا توم، شنو فاشيا تومي؟ هسه نجي أشوفكم صورة توضح لكم الفاشيا تومي. شوفوا تذكرون الفاشيا اللي قلت لكم هو عبارة عن غشاء يحيط العضلات، راح تسوي أنت تحاول من الجهتين، طبعا بايلاترال من الجهتين. واحد يقول لي دكتور ليش مو من جهة واحدة أسويها عادي؟ ما أنت سويت من جهة واحدة فخففت الضغط من جهة واحدة، طيب الجهة الثانية لعنش راح تسوي؟ ما راح تخفف الضغط. فأنت لازم بالحجرة، طبعاً هنا مو فقط الساق، الساق، الذراع، الصدر، الأبدومن، نفس الفكرة، فتسوي له من الجهتين. راح يوقف الويبينار، نرجع نسوي إن شاء الله مرة ثانية. تصور وقف الويبينار؟ لا موجود، بعد 10 دقائق. طيب يمكن هي اللي ما في جاني هنا شو يسموها انه توقف على كل فموجود بعد الويبينار الكل ده يسمع. طيب فقلنا الفاشيتومي نسويها من الطرفين، ليش نسويها من الطرفين؟ لانه حتى نخفف الضغط من الجهتين ونسمح للعضلات انه شنو تتوسع الى الخارج مو الى الداخل، فتسمح مجال للايش للشريان انه يوصل دم للاطراف، وبالتالي ما يصير عندنا كومبارتمنت سندروم، فيسموه ايش كومبليت فاشياتومي. يعني نزيل هذا الغشاء اللي يحيط العضلات، هذه العضله وقلنا غشاءها نحاول نزيله او نشقه بمعنى اصح من جهتين حتى نخليها تتوسع الى الخارج مو الى الداخل، فنخلص من كومبارتمنت سندروم. هذه اذا كانت مو بالحروق، بالحروق يسموها اسم ثاني يسموها اشكاروتومي. شنو اشكاروتومي؟ قبل شوي قلت لكم اكو اشكار عندنا، هذه الاسكار هنا أنا مو هي الفاشيا مشكلتنا، مشكلتنا الإسكار أو الحرق لما يصير صار بشكل قلنا سا conferential bone إنه بهذا الشكل اللي نفرض إنه صار من داير مدايرة. فأنت شو تسوي حتى توخر هذا؟ تحاول تزيل هذه الإشكار. شو تسوي؟ راح تسوي شق من الجهتين أيضا بهذا الشكل مثلا، طبعا ممكن يصير على شكل أضلاع أيضا مربعة تصير الشق، عنده هواية طرق، لكن بمعنى صح إنه نسوي شنو إشكرته من زيلة من الطرفين حتى نسمح لإيش للصدر إنه يتحرك من الجهتين بشكل حر، فمو من جهة وعندنا من الجانبين نسوي له بايلاترالي حتى نعطي مساحة للصدر إنه يتوسع، فحتى لا يدخل بإيش بكمبارب. طبعا كمبارتمنت سيندروم في الشيست كلش خطر، يعني إضافة إلى إنه هي ممكن راح شيء يصير راح تسد لك الشرايين وتأثر لك على العضلات الموجودة والأجهزة الموجودة، لكن أيضا راح تقطع التنفس عند المريض، فهذا راح يدخل في إيش ريسبيراتوري فيلير. فهنا أنا مهم نسوي الإشكاراتومي في هذه الحالة. فتذكروا إذا كانت حروق إشكاراتومي غيرها ما عداها نسوي الفاشيا تومي إذا كانت أسباب ثانية. طيب بقى عندنا شيء بسيط أشرحه اللي هو هذا مهم جدا تعرفوه، الفولكمانز إسكيميك كونتراكتشر. شنو هو هذا الفولكمان إسكيميك كونتراكتشر؟ طبعا نسبة اللي اكتشف هو أصلا كومبارتمنت سيندروم فولكمان ischemic contracture، اللي contracture نقصد شنو؟ تصلب باليد. هذا شي يصير يقول as a consequence of untreated compartment syndrome involving the forearm. شنو الفورارم؟ هذه الذراع. فهنا صار عندك compartment syndrome بالذراع وانهملت، شنو راح يصير نتيجتها؟ نتيجتها راح تموت العضلات وتتحول الى شنو؟ الى fibrosis. راح شنو؟ راح تموت العضلة يصير مكانها فراغ، منو راح تجي تملي الفايبروبلاست وتسوي لك fibrosis؟ ايش راح يصير بالعضلة هذه لما مات جزء منها او اغلبها؟ ايش راح يصير؟ راح تتصلب. ايش راح يصير؟ راح تسحب الاربطه اللي هي موجوده تبعها او تابعه لها. ايش راح تسوي؟ راح تخلي الايد بوضعيه معينه. شو نسمي هذه الوضعيه؟ طبعا هسه راح اشوفكم الوضعيه اذا تشوفون يسموها وضعيه المخلب. هذه شو وقت تصير؟ لما عندنا مصل اسمها فلكسر ديجيتالم
profundus flexor digita digitorum اسف profundus. هذه العضله اذا صار بيها هذه المنطقه compartment syndrome وماتت هذه العضله راح تتصلب وتسحب لك الاربطه. ايش راح تصير الايد بوضع المخلب؟ فهذا لو شفته يعني معناته عندك شنو صاير؟ ليش صارت هذه الحاله؟ شوفوا عندنا عظم، هذا العظم اسمه هيومرس، وهنا عندنا الراديال والآلنة، هنا الآلنة والراديال. هذا الهيومرس آخر جزء منه يسموه عندنا الكوندايل أو اللقيمات اللي هي هذه المناطق بالعظم. ليش مثل بيها نتوءات؟ عندنا ميديال كوندايل ولاترال إبي كوندايل. هذه خلها شوية أكبر لكم إياها، يمكن هي هذا أقصى شيء اللي نكبره. فميديال إبي كوندايل ولاترال إبي كوندايل عندنا الكوندايل يسموها. طيب لو صار عندك فراكتشر فوق الكوندايل أو فوق اللقيمات هذه، فوق هذه النهايات، خلينا نقول صار عندك فراكتشر فوق اللقيمات، شو نسميه؟ سوبرا كوندايل فراكتشر. هذه سوبرا كوندايل فراكتشر يعني إيش؟ كسر ما قبل اللقيمات بالهيوميرس. تذكروا هذا مهم جدا ودائما يسألون عليه باليوسمال. سوبرا كوندايل فراكتشر يؤدي إلى إيش؟ يسد البريكيال آرتري. هذا البريكيال آرتري الشريان المار. فلما هذا البريكيال آرتري ينسد فأكيد العضلات اللي موجودة هنا ما راح تقدر تحصل دم، راح تدخل بسكيميا وراح تدخل بكمبارتمنت سيندروم وندخل بنفس الفكرة إنه راح ينسد أكثر الشريان وندخل هكذا دواء لك. فهو بالبداية شو يسوي؟ السوبرا كوندايل راح يسد لك الإيش؟ البريكيال آرتري، وبعدين ورا ما ينسد بريكيال آرتري مو 100% لكن راح يضيقها، راح تتحول إلى كومبارتمنت سيندروم. فهذه نتذكرها. ايش راح يصير عندك؟ كلو هاند على شكل ايش اللي نسميه المخلب، هذا كلو هاند على شكل المخلب. فهذا الفولكمان اسكيميك كونتراكتشر. ليش؟ انه عندك سوبرا كوندايل فراكتشر ادى الى انسداد البريكيال آرتري وادى الى الفولكمان اسكيميك كونتراكتشر، وقلنا العضله هذه مهمه نتذكرها. فهذا ايضا بسبب انه عندك صارت كومبارتمنت سيندروم معالجناها. شلون كنا نقدر نعالجها؟ كنا نقدر بوقتها لو ما نسوي فيكسيشن للعظم ونثبته وغيره لازم كنا نسوي فاشيوتومي حتى نفتح المجال للعضلات انه تتوسع، لكن هذا هنا ما يصير مباشره تخلي كاست اللي هو عباره عن شنو؟ انه نحاول نجبسها، لانه في هذه الحاله لو كان عندك كومبارتمنت سيندروم وجبستها فانت بالتالي راح تزيدها، لان ما راح تقدر تتوسع ابد للخارج وكل التوسع الى الداخل، فهذه لازم تخلي بالك من عندها. طيب الكل الان لحد الان فاهم المحاضره حتى ابدا حل الاسئله. احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال؟ لو الكل ما يعني فاهمين الموضوع. المريض هنا مهم او لا؟ العموم مهم. طيب ممكن اتصور ما حد عنده سؤال فنبدا بحلل اسئله. فهنا طبعا سؤال يقول واحد عمره 29 سنه woman brought to the emergency department، يعني جت لي الemergency department، جت لي وحدة الطوارئ after burning her right upper extremity، حرقت upper extremity الذراع، cooking accident حادث طبخ، examination showed a circumferential burn، وهنا الكلام circumferential burn يعني داير مداير ايش الذراع، she is given fluid، طبعا اعطيناها fluid ودريسنج وغيره. After one day في اليوم الثالث she developed severe deep tissue pain، صار الم. طبعا هنا نسيت اذكركم بنقطه لما كنت اشرح الالم يكون يسموه out of proportion، يعني شنو؟ يعني فوق المطاق، يعني صار عندك injury لكن الالم تحسه اكثر من هذا الضرر الصار، تحسه بكثير اكثر من الطبيعي. فهنا تتوقع ايضا كومبارتمنت سيندروم. طبعا ادين ما صارت بالهاند واكزامينيشن شود سيركونفرنشال اشكار اسف. اتصور هنا وضحت الامور، صارت مواد او ندب تجمعت على الدائره مداير الذراع فزيدت الضغط واحترقت الذراع وخلاص انت المصص ما تقدر تتوسع، فدخلنا ايضا شو يقول لك الالنر بولس
ما موجود، إذا إيش صاير بالشريان يعني ينسد، إذا وهذه باراستيجيا فالأعراض نفسها صارت. فطبعا عندنا كومبارتمنت سيندروم كتشخيص، شلون نحل هذه المشكلة؟ قلنا حروق، إذا إيش نختار؟ إشكا روتومي، تذكروا حروق نختار إشكا روتومي. طيب السؤال اللي بعده نفس الفكرة، هنا أنا واحد كان عنده مسدود الأرتري، شو يقول لك 88 years old man complain of severe right cuff pain several hours after ايش undergo a right femoral artery embolectomy، بعد عدة ساعات من ما شلنا الايش الامبوليزم. شوفوا he also complained of burning sensation in the aspect of and he history of ايش atrial fibrillation. طبعا هذا اللي هو صار عنده من هذه الامبوليزم. On examination his calf ايش is swollen، انتفخت منطقه طبعا هذا بالقدم وتنس واكستريملي تندر، يعني كلش مؤلمه لما تمسكها ومنتفخه. فقلت لكم ريبروفيوجن انجري، تذكروا انه اعاده الارواء. وطبعا عندنا شنو دورسالس بيديس اند بوستيرير تيبيال بولس ايش ما موجود. Which of the following most likely diagnosis? Soft tissue swelling. شيلها نخلي compartment syndrome. نفس الفكرة إنه إيش صار؟ هنا أنا عندي سؤال شباب، إن شاء الله الكل دي يشوفوه. سؤال هنا أنا حاولوا أنتوا تجاوبوه، هسا الخيار لكم. 22 years old man involved in a motor vehicle collision، يعني تصادم سيري. Undergo a prolonged surgery repair of left tibial fracture، يعني صارت جراحة لمدة طويلة، وبالبيتيال أرتر يعني الشريان أيضا اللي راح للساق أيضا تأثر. شوفوا السؤال the day after surgery he has increasing pain in the left leg، يعني صار زاد الألم في الجانب الأيسر من جزءه. And IV fluid طبعا أخذوا two later the patient continue to have pain worsen with passive leg movement، يعني ألم ولكن الألم أكثر يزيد شدة مع الزيادة في الحركة. فإكزامنيشن شوف عندنا إنه pain بالكالف مصل وسوالنج، يعني العضلات انتفخت وأيضا ألم صار. فشنو تتوقعون الجواب اللي تشوفوه صح؟ حاولوا تعرفون شنو اللي نسوي بهذه الحالة على الشرح أو ضوء الشرح اللي شرحت لكم إياه. يا جواب تشوفوا جواب الصح في هذه الحالة. بس السؤال قدامكم طبعا هو نفس الفكرة اللي ذكرتها قبل شوية، لكن حاولوا أنتوا عفوا شو تسوي بهذه الحاله. يقول لك what is the most important، اسف هذه what is the most important، اها منو محمد؟ طيب احد عنده فكره ثانيه لو تشوفون انه هذا الجواب الصح؟ فهذا يقول لك what is the most important step in the management، اي هنا ايضا اي محمد اي تمام. فالجواب الصح طبعا يكون اي هو، لأن في هذه الحالة عندنا طبعا قلنا هذا شخص عانى من كسور، ممكن صار عنده إيش صار عنده compartment syndrome، وبالتالي يحتاج نسوي له فيشيو تومي حتى نوخر الضغط ونزيل الضغط وترجع تشتغل الليمب مرة ثانية وليس الاسكيميا في المنطقة. فأتصور الأسئلة واضحة. أيضا السؤال يمكن اللي كان قبل ما أعرف إذا كملت الشرح أو ما سمعتوه. المهم فهو بالنهاية لما يصير عندنا compartment syndrome راح يصير swelling، لذلك اخترنا swelling of the soft tissue. فإن شاء الله تكونون استفاديتوا من هذه المحاضرة. أي أحد إذا هسه عنده سؤال على محاضرة الجراحة اللي فاتت ممكن يسألني هسه حتى جاوبه، وإذا يريد أيضا ممكن نطيل الميكروفون نشغل له حتى يقدر يسأل مباشرة أوديو، أو يريد يكتب مباشرة حتى الآن نجاوبه. إذا الكل فهموا والمواضيع كاملة حتى ممكن نقفل الويبينار ويكون يعني نهاية المحاضرة. فشو إذا أحد أي أحد عنده سؤال الكل فاهم المواضيع كاملة، أي أحد صار عنده استفسار على الموضوع. طبعا ملخص المحاضرة راح أنزل لكم إياه على الجروب. السؤال جاوبوه بالبداية لأنه راح يسوي نقص في فيتامين بي 6. طيب أكو سؤال ثاني أحد عنده لو الكل فاهمين المحاضرة؟ شكرا لاستماعكم ونلقاكم في المحاضرة أخرى. السلام عليكم.